هاي بدينا خلص. طيب احنا ما زلنا نحكي بالوحدة الأولى عن مبادئ الإرشاد والأهداف اللي بتسعى إليها عملية الإرشاد، بس أنا مش زعلانة صراحة إن احنا كتير أخذنا وقت بهاي الوحدة، زي ما قلت لكم لأنه في الوحدات إن شاء الله اللي جاي راح يكون في نوعا ما مصطلحات احنا راح نعتمد عليها كتير، إلها علاقة باللي احنا بنحكي صرنا 3 أسابيع، العلاقة الإرشادية المرشد المسترشد. بس اليوم بدنا نحاول إنه احنا يلا. نشوف إيش هي المبادئ اللي بتستند عليها عملية الإرشاد النفسي. صراحة أنا حاعطي العناوين وحاعطي هنتس، مش حاقدر أفصل بالطريقة اللي إحنا منفصل فيها لأنه إحنا تقريباً على مشارف الامتحانات الفصلية، فلازم إن إحنا نحاول قدر المستطاع إن إحنا نمشي. طبعاً دوركم أولاً وأخيراً إنه أنتوا تقرأوا، إذا بتحسوا في نقطة مش مفهومة زي ما دائماً بنحكي لكم اسألوا، ابعتوا على مثلاً موقع التعلم مسجات أو رسائل. طيب هلا المبادئ، تفضلي. اكثر من تعريف، بس انتم بدكم تحاولوا انه انتم تفهموا بماذا تهدف هذه التعريفات ككل، بس باختصار انه هي علاقه ارشاديه بين مرشد ومسترشد وايش الهدف منها. انتم شفتوا انه تعريفات كثيره ولكن بتصب بنفس السياق بالضبط، واللي بيهمني اكثر صراحه تعريف ارشاد اسر اطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، لأنه إحنا الهدف من هاي المادة إن إحنا نتعرف على تعريف عملية الإرشاد النفسي بالنسبة لأسر الأطفال ذوي الإعاقات، وأيضاً نتعرف على الفنيات والاستراتيجيات اللي إحنا رح نتناولها إن شاء الله بشيء من التفصيل في كل وحدة من الوحدات اللي رح تيجينا، عقلية، صعوبات تعلم وهكذا. طيب فخلينا دايركت بعد إذنكم وأجل كل المداخلات اللي ممكن بدكم تستفسروا عنها، سيبك من الدبوس هلا. طيب هلا بدنا نحكي عن مبادئ الارشاد والاهداف، وكمان طلاب اربد ركزوا معي، في الامتحان بصير في نوع من الخلط بين الطلاب في الاجابات، لما انا اسالهم بالامتحان ناقش الاهداف اللي بتسعى عليها عمليه الارشاد النفسي او المبادئ او الاسس، فمرات بحطوا إشي محل إشي، فأنتوا بدكم تكون كتير مركزين على العناوين. طيب مبادئ الإرشاد النفسي زي ما قلت لكم ياريت لو في بإيدنا إنه إحنا نشرح كل التفاصيل، فأول إشي بقولكم إنه السلوك الإنساني ثابت نسبياً ويمكن التنبؤ به. باختصار لو أعطيكم مثال، ممكن أنا لو إجيت أقيم أو ألاحظ سلوك هبة، ممكن أشوف إنه السنة الماضية سلوكها بيشبه نوعاً ما سلوكها الحاضر، وبقدر اتنبأ انه سلوكها سيكون على هذا الحال مستقبلا، يعني في ثبات نسبي، مش السلوكات مره الانسان سوي ومره غير سوي، الا اذا تعرض لستريسورز او احداث ضغطه في حياته، هذا بيحدث نوع من عدم التوازن او خلينا نقول التخبط في السلوكات اللي ممكن الانسان يتصرف فيها. ومع ذلك برضه بالنقطه الثانيه بقول لك مع ذلك السلوكات فيها مرونه نوعا ما قابله للتغيير والتعديل. وأنا هذا دائماً بحب أحكي فيه شوي، إنه فعلاً لما تشوفوا إنه إحنا بنحكي في النظرية السلوكية والسلوك محكوم بنتائجه والسلوك متعلم يحدث وفقاً لقوانين التعلم، السلوك خلينا نقول النظرية الإشراطية الكلاسيكية أو الإجرائي أو التعلم الاجتماعي، ودائماً أنا بحكي لكم هاي حجة للأشخاص اللي بيحكوا لك إنه أنا هيك أنا ما بقدر أتغير، صار لي 40 سنة بهاي السلوك وبهاي النفسية وبهاي التصرفات، هلا أنت بدك تقنعني إن أنا أتغير؟ نعم، وفي هناك مرونة في السلوكات بتحتم علينا ان احنا دايما نسعى الى الافضل، ولا ليش اجت الاديان واجت؟ لانه بدها تهذب بالسلوكات الانسانية. انتم بتتذكروا كيف حكى عمرو بن العاص في الحبشة لما راحوا عند ملك الحبشة، كنا قوما نعبد الاصنام، ناكل الربا، نقوم بالفاحشة، ولكن لما اجى الاسلام عملنا شيفتنج نوعية او نقلة نوعية، صرنا انه احنا نبتعد عن الربا، نكون يعني حديثنا دايما صادق وهكذا. انا قصدي انه احنا لازم نقتنع بهذا الشيء، انه على الرغم من ان السلوكات ثابته نسبيا نوعا ما نسبيا، الا انها قابله للتغيير. طيب هلا النقطه الثالثه سهل كثير، حق الفرد في التوجيه والارشاد، وهي شرحناها كثير وقلت لكم من حق الدوله، سوري من حق المواطنين على الدوله انها توفر خدمات ارشاديه، وشرحنا ليش ما بدنا نرجع نعيد هالمبررات والدواعي، لانه احنا زي ما قلت لكم في يعني عوالم متقلبه نوعا ما من النواحي الاقتصاديه السياسيه الامنيه، هذا بيحتم علينا ان احنا في بعض الاحيان نلجا الى اخصائيين يقوموا بعمليه ارشادنا وتوجيهنا. حق الفرد في تقرير المصير، هاي نظرية من النظريات الجديدة اللي موجودة هلأ بالأدب اللي اسمها self determination، حق تقرير المصير، إنه أنا باختصار كمرشد بدي أطرح عدد من البدائل قدام الشخص المسترشد
وأنا بناء على عملية التقييم اللي أنا قمت فيها يعني بخلي الشخص المسترشد يختار البديل اللي بتلائم مع قدراته، ميوله، طاقاته، إمكاناته، ولكن عليه أن يعي أنه سيتحمل مسؤولية اتخاذ هذا القرار، وهذا يخلق نوع من الشخصية بالفعل المستقلة والمتوازنة اللي قادرة إنها تقرر، زي ما حكيت لكم المرات الماضية، التخصص اللي بدها تدرسه، المهنة اللي بدها تشتغل فيه، الشريك، مكان الإقامة، السكن، وهكذا. طيب هلأ تقبل العميل. طبعا أنا حكيت لكم طلاب إرباد مش العميل، المنتفع، الكلاينت المنتفع بخدمات الإرشاد النفسي. طبعا أنا بحب أكملها تقبلا غير مشروط، زي ما هو هذا الإنسان أز أبكيش بكل نفسيته، مشاعره، تخبطاته، نقاط إيجابية الإيجابية اللي موجودة عنده، نقاط الضعف، أنا بدي أحاول كشخص مرشد إني أنا أتقبله تقبلا غير مشروط زي ما هو. إيش مهمتي؟ إني أنا بحاول زي ما قلت لكم عم بطرح عليه عدد من الخيارات البدائل، وأنا يعني بوجهه إنه هو يكون في المسار الصحيح. أنا بحاول قدر المستطاع إني أنا أمشي، لأنه لازم اليوم بالطول بالعرض تخلص الوحدة إن شاء الله أنها واضحة. طيب استمرارية عملية الإرشاد، عارفين ليه؟ لأن بدنا نرجع نحكي لأنه إحنا عرضة إنه إحنا نتعرض لضغوطات نفسية. طيب يعني أنا قصدي لو سألتم بالامتحان ما رح أجيبه بهذه الطريقة، علل لماذا نحتاج إلى عملية الإرشاد النفسي باستمرار؟ لأنه زي ما قلت لكم إحنا بالضبط معرضين، لأنه الظروف اللي إحنا منعيش فيها دائما متغيرة ومتقلبة، هذا بيفرض علينا أن إحنا نحتاج إلى عملية الإرشاد بطريقة يومية، فمشكلات الحياة اليومية تستمر مع النمو العادي، هذا اللي بحكي لكم اياه. وزي ما قلت لكم المره الماضيه حسب ما حكى فرويد انه المراحل العمريه ومتطلباتها، فهذا بحد ذاته بيفرض علينا انه احنا نحتاج الى المرشدين دائما. طيب خلصنا المبادئ، في اي سؤال؟ بيجي على الاهداف، ممكن انه تحسوا انه النقاط يعني نوعا ما متشابهه، بس يعني اكيد في فروقات. اول شيء بقول لك احداث تغييرات في السلوك، هذا اللي حكيت لكم اياه قبل شوي، ان المرونه بالضبط، إنه إحنا بدنا نحدث تغيير في السلوكات الإنسانية. عارفين ليش؟ ليصبح هذا الشخص أكثر إنتاجية وفاعلية في المجتمع، عشان نصل به إلى إشي بنسميه بالأدب برضو quality of life، نوعية حياة جيدة، إنه يكون هذا الإنسان له قيمة، له خلينا نقول بصمة في الحياة، يعني كل لديه إضافات نوعية. فأيلكم روجرز بقول يرى أن التغيير في السلوك هو نتاج عملية الإرشاد. يعني أنا اللي بدي أحكي لكم إياها، إذا إحنا حسينا إنه ما في هناك فروقات تذكر في تصرفات أو في سلوكات المسترشد بعد حدوث عملية الإرشاد النفسي، معناته عملية الإرشاد كانت فاشلة. أنا بدي أعمل بري تيست، بوست تيست، إنه أنا أشوف بالفعل إنه هذا الشخص عندما خضع لعملية الإرشاد النفسي بالفعل أصبح هناك خلينا نقول تغير ملحوظ في السلوك بطريقة إيجابية. طيب هل اتخاذ القرار نفس النقطة اللي حكيناها قبل شوي بتقرير المصير؟ أيلكم بطرح عدد من الخيارات أمام الشخص المسترشد، بخليه يختار البديل اللي بتناسب معاه، بس زي ما حكيت لكم لازم تكملوها، يتحمل المسترشد مسؤولية القرار اللي هو أخده. بس هذا زي ما قلت لكم بالأدب هلأ كتير بيحكوا فيه، إنه إحنا كيف بالأطفال من دون عمد أطفالهم إن إحنا نشجعهم إنه بالفعل يقوموا بعملية خلينا نقول تقرير المصير أو اتخاذ القرارات. وأنا يمكن بعض الطلاب بيعرفوا أنا ترجمت كتيب اسمه Self Determination أو حق تقرير المصير بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقات، إنه بالفعل إنه أنا أساعده من هو صغير إنه يختار، زي ما حكيت لكم المرة الماضية، اللون اللي بده يلبسه، الطعام اللي بده ياكله، مش يكون في هناك خلينا نقول فرض إلزامي، هذا يخلق شخصية مهزوزة وتابعة، إحنا بدنا شخصية مستقلة وأكثر إنتاجية. طيب؟ طيب تحسين العلاقات، تفضلي. هذا رح نحكيه لاحقا ان شاء الله، او يعني كان المفروض ان احنا نحكيه في الوحده الثانيه اللي هي لها علاقه كيف انا ابلش اعمل مقابله وكيف انهي المقابله، هذا بيعتمد على طبيعه المشكله اللي موجوده عند المسترشد، تختلف الفتره الزمنيه اللي انا رح اقضيها في عمليه الارشاد النفسي حسب الصعوبه حسب، وكثير متغيره. طيب هلا تحسين العلاقات، شوفوا حكيت لكم اياها قبل شوي، اخر سطر، من اجل تحسين نوعيه الحياه التي يعيشونها ويصبحوا اكثر فاعليه. هذا هو بالنهاية اللي احنا بدنا نعمله، ان احنا نخلق شخص قادر انه هو يتوازن مع نفسه وايضا مع البيئة اللي من حوله،
وايضا يقوم بخلينا نقول اقامه علاقات اجتماعيه ناجحه مع الاخرين. شو رايكم تاجلوا المداخلات خلينا نمشي بالوحده بعد اذنكم، لانه اذا حنفتح المجال للاسئله انتم شايفين لساتنا بالوحده الاولى. طيب، تحقيق التكيف والصحه النفسيه، هذا هو الهدف الاسمى من عمليه الارشاد النفسي. انا في شخص لديه خلينا نقول تخبط، عنده ضغوطات نفسيه، مشاعر غير سويه، كيف ممكن اني انا اصل به الى مرحله من التوازن؟ شوفوا اي لكم هي كاتبها بالسطر الثاني، يحدث التوازن بين الفرد وبيئته يتضمن اشباع حاجاته. هلا رح نحكيهم في المناهج، مناهج الارشاد النفسي. طيب، في اي سؤال على الاهداف او المبادئ؟ طيب نيجي على المناهج اللي بيستند اليها المرشدين النفسيين او حتى الاطباء النفسيين، وحكينا المره الماضيه الفروقات ما بينهم. اول منهج ايلكم المنهج النمائي، وعلى فكره هذا يتوجه بخدماته مش بس للاشخاص اللي خلينا نقول يعانون من ضغوطات نفسيا، برضه للاشخاص الاصحاء والاسوياء. شرحتها كثير المره الماضيه انه احنا كيف ممكن منذ خلينا نقول الصغر أو مراحل عمرية مبكرة إنه أنا أقوم بإشباع كل الحاجات وكل المتطلبات اللي إلها علاقة بالمرحلة العمرية اللي موجود فيها الطفل. ليه؟ لأنه أنا عم بخلق شخصية متوازنة منذ البداية، ما تكون عرضة زي ما قلت لكم المرة الماضية سهلة للوقوع فريسة أمام الضغوطات النفسية. شوف كتب لكم آخر فقرة، بقول لك إنه من خلال رعاية مظاهر نمو الشخصية جسمياً عقلياً اجتماعياً انفعالياً، في هذا الإطار تأتي جميع عمليات رعاية الطفل وتربيته إلى وأيضاً عمليات التنشئة التي تهدف إلى بناء الشخصية السوية منذ البداية. على فكرة أنا إلي كتير كلام بهذا الموضوع، إنه فعلاً إسلامنا قبل ما أصلاً الشخص يقوم بعملية الزواج اختيار الزوجة الصالحة، وكيف ممكن إن إحنا أثناء مراحل الحمل والرضاعة والأسماء واختيار، يعني بتحسوا إنه بالفعل هو حريص، وتخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، حريص كل الحرص الإسلام إنه بالفعل يكون في عنا أشخاص أسوياء وأصحاء منذ البداية. فإحنا مش مجال إن إحنا نحكي فيه، بس إلكم تتصوروا ما هو المقصود بالمنهج النمائي، انه انا من البدايه درهم وقال خير من قنطار علاج، انا عم بشبع كل الحاجات كل المتطلبات، هذا شخص سوي حتى لو تعرض لبعض الاحداث الضاغطه في حياته، مش مثل شخص زي ما قلت لكم لم تشبع لديه هذه الحاجات ويعاني من الكبت اللي احنا حكينا المره الماضيه. طيب، منهج الوقائي من اسمها بقول لكم هذا المنهج ايضا نطلق عليه اللي هو التحصين النفسي، من اسمها تحصين نفسي ضد المشكلات والاضطرابات والأمراض النفسية، بس المؤلف راح حط لنا مستويات الوقاية أولية وثانوية وثالثة في الإعاقات، إنه أنا كيف ممكن إنه بالوقاية الأولية أمنع إنه يكون في عندي إعاقة أو أتجنب الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى أي حدث ضار، مش بس إعاقة. أنا ما بدي أكون تدرسوا المادة بطريقة حرفية بهذه الطريقة، افهموها بطريقة شمولية، إنه ليش جاب سيرة الوقاية هلأ؟ مع إنه هو صف كلام إنه الوقاية أولية ثانوية من الدرجة الثالثة، أنا ما بدي بهذه التفاصيل، بس أنا بدي هو حاطط الإجراءات اللي ممكن أنتوا تطبقوها على كل مستوى من مستويات الوقاية في الإرشاد النفسي. You can؟ تقدروا؟ طيب، هلأ هو حاطط الوقاية الأولية وفي الإجراءات قايلكم الاهتمام بالصحة العامة والنواحي التناسلية اللي حكينا قبل شوي، المنهج النمائي أنا أشبع هذه الحاجات، بحاول أن أتجنب الأسباب اللي ممكن تؤدي إنه هذا الشخص يعني زي ما قلت لكم يتعرض أصلاً لضغوط نفسية، وهكذا في الإجراءات الوقائية النفسية رعاية النمو النفسي السوي، المهارات الأساسية، التوافق الزواج الأسري، التوافق المهني، المساندة. فأصدق المؤلف بقول لك إنه أنا ممكن عم بحاول حتى لو كان في عندي حدث كيف ممكن في الدرجة الثانية إني أنا خفف منه، والثالثة بقول لك تقليل الأثر الإعاقة. هو راح جاب مستويات الوقاية من الإعاقة بشكل عام، أنتوا عم تفهموا علي شو المقصود؟ فيعني مش فت 100%، أنتوا بدي منكم إنه أنتوا تعملوا ماتشينج أو مطابقة ما بين الإجراءات اللي أنا ممكن أعملها في مستويات الوقاية الأولى والثانية والدرجة الثالثة، وتعرفوا كيف ممكن إني بالضبط أنا عم بعمل تحصين نفسي ضد الوقوع في الاضطرابات النفسية. طيب؟ طيب، المنهج العلاجي من اسمه وأي للمؤلف أكثرها كلفة وتحتاج إلى وقت وربما إلى أخصائي سوري أطباء نفسيين إذا تفاقمت المشكلة أو الضغط النفسي أو المرض النفسي اللي إحنا بنحكي فيه. فهون قايلكم تتراوح الحالات اللي بتتطلب التدخل العلاجي في درجة شدتها ما بين سلوكي واضطرابات الشخصي إلى المرض النفسي والعقلي. بقولكم برضو تحتاج إلى تدخل من قبل الأطباء النفسيين، تحتاج إلى الوقت والجهد والمال.
إذا صرتوا عارفين المناهج الثلاث اللي بيستند عليها الأخصائيين والمرشدين النفسيين، الإنمائي وقائي وعلاج، أنا بتصور إنه أنتوا صرتوا فاهمينهم فيها، مش إنه إحنا نحفظ حفظ. طيب هلأ منيجي لآخر عنوان بهاي الوحدة، إله علاقة بأسس الإرشاد النفسي. عشان هيك أنا بقول لكم طلاب اربدوا هون بيكاربوا، وأنتوا عم بتجاوبوا بالامتحان إيش اللي مقصود. إحنا عم نحكي عن أسس ولا عن مبادئ ولا عن أهداف، وحيجينا في الوحدات القادمة أسس التدخل أو خلينا أقول التأهيل المهني وهكذا. فبدكم جدا تكونوا حريصين كل الحرص وأنتوا عم تجاوبوا وتعرفوا إيش المطلوب بالضبط من السؤال. طيب هلأ الأسس بحد ذاتها في نفسية، أسس إنسانية، أسس أخلاقية، أسس اجتماعية. من اسمها الأسس الفلسفية قايلكم بثلاث محاور في إشي بنسميه الطبيعة الإنسانية. هو عم بيشرح لنا عن الإنسان وتكوين الإنسان، وقايلنا إنه الإنسان بشكل عام كل نظرية من النظريات حاولت إنه تفسر هذا المخلوق بطريقة تختلف عن النظريات الأخرى. فمثلا قايلكم النظرية النفسية الفرويدية، وأنا حكيت لكم عنها المرة الماضية وما بديش أدخل بالتفاصيل، قايلك أنه تنظر إلى الإنسان نظرة عدائية شهوانية، وأنه الإنسان محكوم بغريزتي العدوان والجنس. طبعا أنتوا لمزيد من الاستفادة والاستزادة اقرأوا الوحدة الثانية وبتعرفوا إيش المقصود بغريزة الجنس وغريزة العدوان. طيب هلأ النظرية الإنسانية بتقول لك لا، طلعت على الإنسان نظرة متفائلة، وبرضو بديش أدخل بجدلية هل الخير يسبق الشر ولا الإنسان شرير بطبعه ولا خير بطبعه. اقرؤوها بتستفيدوا وبيفتح لكم آفاق جيدة إنه أنتوا تفهموا طبيعة خلينا نقول الأشخاص اللي أنتوا عم تتعاملوا معاهم. طيب النظرية السلوكية أنتوا عارفين إنه بغض النظر عن القابليات الوراثية، بغض النظر عن الصراعات اللي ممكن تحدث في الشخصية الإنسانية، السلوكات الإنسانية متعلمة تحدث وفقا لقوانين التعلم. وزي ما احنا اخذناها السلوك محكوم بنتائجه، اذا عزز تزداد احتمالية حدوث السلوك، اذا عوقب تضعف احتمالات حدوث السلوك. فهذا المقصود فيه بالاسس. عشان هيك انا حكيت لكم المرة الماضية اقرأوا النظريات، لانه بناء على النظرية اللي بنطلق منها المرشد النفسي اولا رح يقرر انه يفسر او يشخص المشكله بطريقه تختلف عن النظريات الاخرى، وايضا هذا سينعكس على طبيعه الاجراءات والتدخلات اللي ممكن يوظفها. طيب فهذا باختصار عن الطبيعه الانسانيه. طبعا احنا ما بدنا نرجع نحكي ايش حكوا انه السلوكات مرونه وثبات و خلص صرتوا فاهمينها. هلا الكينونه والصيروره، حلو برضو اقراوا كينونة زي ما قلت لكم قبل شوي بالثبات والمرونة، يعني في هناك أشياء في الإنسان ثابتة. الكينونة أي لكم هناك أمور في الشخص تبقى كما هي بينما تتغير في أشياء أخرى مثلا، وطبعا هاي نسبية برضو نسبية، حتى في عملية التغير وفي عملية برضو نسبية بين الأشخاص. ومعنى ذلك أن ما يسمى جديد قد جاء من قديم ولا يمكن أن يأتي من لا شيء. والصيرورة حكي لكم أنه نفس الشيء، انه هو ما يوجد او ما سوري اللي هو التغير، انه ممكن انه احنا نتغير فينا اشياء. طيب هلا الجماليات انا مش عارفه ليش اقحمها بهذا الموضوع، بقول لك انه احنا لازم يكون في عندنا حس جمالي ونتذوق اللي هو تقدير الجمال، لانه هذا بيساعد انه احنا في عمليه الارشاد النفسي. احنا بس عم نحكي بالاسس النفسيه. نرجع للاسس الفلسفيه. اول نقطه طلاب اربد ان شاء الله انه تكونوا معنا ومركزين، الفروق الفرديه. الفروق الفردية قايل إنه في هناك فروقات حتى ضمن الفرد نفسه، في خلينا نقول طبيعة تكوينته، في القدرات اللي هي موجودة عنده. قايل لك هناك فروقات بين الأفراد حتى بين التوائم المتطابقة، وأيضا في فروقات بين الشخص نفسه. إدراك الفرد لذاته يختلف عن إدراك الآخرين له. أنت ما في بينك فروقات مثلا في ميولاتك، أنت بتحبي مثلا الرياضيات وبتكرهي مثلا العربي وهكذا. أنت مثلا طبيعة السلوكات اللي أنت بتقومي فيها بتلاقي أنه أنت مثلا هادية في موضوع وبتعصبي في هذه الفروقات أو هذه الاختلافات حتى ضمن الفرد. بالضبط، لأنه في عوامل. أيلكم إدراك الفرد، نرى أنه يجب على المرشد الفردي النفسي أن يأخذ الفروق الفردية في عين الاعتبار، والفروق بين الجنسين، وايضا ان يعرف المشكلات التي يعاني منها المسترشدون واسبابها، لانه دائما الاسباب مش واحده. الاسباب التي تؤدي الى الضغوطات النفسيه مختلفه ومتباينه. طيب مطالب النمو، مطالب النمو نفس اللي حكيناه المره الماضيه عن النظريه النفسيه. بالضبط هيها كاتب لكم اياها. الانسان يمر من الطفوله للشيخوخه، فاحنا المفروض نشبه
بالضبط، نشبه حاجات كل مرحلة عمرية، إنه إذا ما أشبعناها وأنا أؤمن بذلك الشيء راح يصير في ضغوط على النفسية، لا بدي أدخل بالكبت ولا بالثبات ولا بالنكوص ولا أضعف الإيمان، حيخلق نوع من عدم التوازن. أنت مخك مشغول بالشيء، وعلى فكرة كثر الأشخاص اللي هم بيحسوا إنهم هم طبيعيين ولكن تترجم على سلوكاتهم بعض التصرفات اللي إحنا بنسميها أنت مدرك على حالك إن أنت بتتصرف خطأ، لا مش ما عندي هذا الوعي الذاتي. وعلى فكره لو كان عنده وعي ذاتي بصير في عنده كنترول، او يعني خلينا نقول رقابه ذاتيه، والرقابه الذاتيه اول خطوه على العلاج انه هذا الانسان يصبح لديه قدره على التحكم في السلوكات سواء الاقوال او الافعال. بس انا قصدي انه بعض الاشخاص فعلا انهم هم بيتصرفوا تصرفات غير سويه ولا يعون ذلك، لانهم لا يعون ان هناك حاجات لديهم غير مشبعه مكبوته. اوكي، مجرد ان احنا ننفذ كمرشدين نفسيين ونحاول ان احنا نعمل زي ما قلت لكم نتفهم طبيعه الاسباب والدوافع والكوامل التي تكمن وراء هذه السلوكات، سنعي بان لديه حاجات لم تشبع. طيب، طيب هلا بالنسبه للاسس النفسيه خلصناها. الاجتماعيه، اجتماعيه على فكره حلو هذا المثال تفهموه. بقول لك المؤلف انه هناك توقعات مجتمعيه بتختلف من مجتمع الى اخر، بناء على ذلك الأشخاص عم يتصرفوا، بناء على ذلك إحنا خلينا نقول نقيم هذه السلوكة. أعطيكم مثال، ما هو مقبول في الولايات المتحدة الأمريكية كسلوك معين مرفوض عندنا في الوطن العربي في الأردن مثلاً، أوكي؟ حتى ضمن البلد الواحد اللي مقبول في عمان مش مقبول مثلاً في الكرك، أوكي؟ إذا حسب سماها المؤلف المرجعية الجماعية، أوكي؟ نعم. المنظومة الدينية، الثقافية، الأخلاق، العادات والتقاليد، إحنا بنسميها الجماعة المرجعية، بناء عليها بنقرر هذا السلوك بعد ولا هو قريب من هذه التوقعات وهذه المعايير المجتمعية اللي إحنا نستند ونحتكم إليها في تقييم سلوكاتنا. طيب، عشان هيك أنا مرات بحكي مش صح إنه الواحد يقوم بإلغاء هذه المعايير او سوريا يضربها بعرض الحائط، لا، العرف هذا شيء حتى في الدين انه انت لازم تراعي. اسفه يعني مرات غير لائق انه شاب يطلع مثلا لابس سوري شورت قصير او تقول العرف والعادات والتقاليد. انا مش عم بحكي عن ابو حلال حرام وحلال، انا عم بقول عن ثقافه مجتمعيه المفروض انه الواحد يراعيها وياخذها بالحسبان عند القيام باي تصرفات او سلوكات. طيب، هاي الاجتماعيه الاخلاقيه، شوفوا حبيت الكلمه، التزام المرشد بالدستور الأخلاقي والمعايير المهنية. أي مهنة في الدنيا إلها معايير، إلها أسس، إلها خلينا نقول دستور المفروض كمرشد نفسي أنه يلتزم فيها. وباختصار باختصر لكم إياها بكلمتين، أنه يكون لديه كفاءة مهنية. كفاءة مهنية يعني بين قوسين برضو عنده خلفية معرفية جيدة بالإرشاد النفسي والنظريات والفنيات وأيضا خبرة عملية. على فكرة ببين المرشد النفسي اللي له باع طويل في الإرشاد النفسي، والمرشد أسفة اللي شوي يعني زي ما بنحكي مش متمكن من الإرشاد النفسي. وعلى فكرة العملية الإرشاد النفسي بحد ذاتها حساسة جدا، هناك عدد من الأسس الشخصية على فكرة أو أقول النفسية التي يفترض أيضا توفرها في المرشد النفسي. مش أي شخص يقوم بهذه العملية الحساسة والحرجة، عارفين ليه؟ لأنه يفترض به أن يكون قادراً على تحمل الضغوطات والصبر وسعة الصبر ويعني والإيجابية ويتقبل تقبل غير مشروط. يعني هي مش مهنة أنا بس بدي أمارسها وأخذ سوري الأجر مقابل هذه العملية وخلص، ما بتنجح، ما بتنجح. عشان هيك أنا بقول لكم يجب أن يكون مثقف على سعة بكل خلينا اللي حكينا قبل شوي المعايير والثقافات وهو، لأنه إذا ما كان هيك بتكون عملية الإرشاد فاشلة. طيب، فأقول لكم يا بالضبط بالضبط. فعشان هيك أقول لكم هناك عدد من المعايير الأخلاقية التي يجب على المرشد أن يلتزم بها مؤهل علمي وعملي، هذا أهم شيء. وحاطط المؤلف الاحترام المتبادل ما بينه وبين المرشد النفسي، التقبل غير المشروط. وعلى فكرة مش حاطط بعض الأشياء لأنه حاططها بالوحدة الثانية والثالثة، الإصغاء، تفهم المشاعر. على فكرة هذا مش أي حدا ممكن أنه هو يتقنه،
التعاطف، الامباثي، هذا موجود كثير بالادب، بس انا عم بعطيكم بعض الـ يعني الـ خلينا نقول الكفايات التي يجب ان بالضبط بالضبط انه يلتزم بها ويتمتع بها اي مرشد نفسي. واخر نقطه حاطط عن السري، وحتجينا برضه بالتفصيل حتى هلا لما نحكي عن التاهيل المهني. حتى حاطط معلومه وحبيتها، انه حتى هذه المعلومات التي يقوم المسترشد بالافصاح عنها يجب ان لا يوظفها ولا يستخدمها حتى لاغراض بحثيه الا بموافقه خطيه من المسترشد، لانه هاي معلومات زي ما حكينا لها خصوصيه ولها تبعات ربما ولها، فعشان هيك المفروض انه يكون قادر انه هو يحافظ عليها. في اي سؤال بالنسبه للوحده الاولى اللي تمت بحمد الله بعد 3 اسابيع؟ طيب معلش انتم يعني حنحاول ان شاء الله قدر المستطاع ان احنا نمشي في الماده، حبذا لو كان معنا متسع من الوقت نستفيد بهاي الامور، بس انتم شايفين عندنا لقاء اسبوعي واحد فمضطرين ان احنا نمشي. وبرجع بقول اقراوا اذا حبيتوا انه انتم تستفسروا عن اي معلومه احنا جاهزين. طيب نروح على الوحده الرابعه. طبعا طلاب اربط الكالندر بين ايديكم، وانتم عارفين انه الوحده الثانيه والثالثه مش مطلوبات بالامتحان، لانه نظريات ارشاد اخذتوها بعلم نفس تعلم وتعليم. فاحنا بدنا نروح هلا على الوحده الرابعه اللي لها علاقه بالتاهيل المهني. طبعا هذا لا يعني انه ما تقرؤوهم، اقرؤوهم رح تستفيدوا. انا حكيت لكم هاي المعلومه كررتها كثير مش بطريقه يعني عشوائيه، بس عشان انتم تستفيدوا. طيب الارشاد التاهيلي، طيب هلا احنا معلش عشان تفهموا الموضوع، في عنا إشي بالأدب بسموه habilitation rehabilitation، تأهيل إعادة تأهيل. تعرفوا إيش الفرق؟ طلاب إربد بدي إياكم تشاركوا إيش المقصود بالتأهيل وإعادة التأهيل. إربد طلاب إربد، هلو معك معك دكتورة، إيش الفرق ما بين تأهيل وإعادة تأهيل؟ هلا عشان تفهموا تفضل يا سبيل يلا. يعني صح قربتي، تأهيل طفل ولد كفيف بأهله وأزوده بكل المهارات اللي ممكن إنه تنعكس إيجابا على مواصلة حياته. ما عندوش أي مهارة سابقة تذكر، أنا هذا بعمل له تأهيل. إعادة تأهيل، شخص مبصر تعرض لحادث صار كفيف، بدي أرجع أعيد تأهيله. وعلى فكرة مين الأصعب برأيكم؟ محلا بالضبط. هو شوفوا إذا بتفكروا بالموضوع شوي بعمق، برضو إعادة التأهيل ممكن شخص مبصر عنده خبرة عن الألوان والأحجام والأشكال والشمس، أسهل علي أصير أقول له الشمس والله لونها برتقاني، لانه عنده مفهوم عن لون مثلا الاصفر ولا البرتقالي. ولكن الشخص كفيف ولد اليوم ما عنده اي خبره تذكر عن الالوان، كيف انا بدي اقعد اوصف له المثلث واللون وهذا؟ شخص اصم توتالي انولد اليوم اعاقه ولاديه، كيف بدي اقعد اقول له الحريه والعداله و ولكن شخص اسفه كان سامع وبعدين صار اصم، ممكن انه هو يقوم بادراك هذه المفاهيم. بس حتى على فكره مرات الامور هي نسبيه بين الاشخاص، مرات يقول لك انه شخص والله كان مثلا بيمشي وتعرض لحادث سير وصار زي ما عنده شلل نصفي بالضبط، اصعب عليه ممكن انه يروح ينتحر، عشان هيك بيحتاجوا لخدمات تاهيل نفسي ممكن اصعب من الشخص اللي انولد هيك عنده شلل اطفال ولا شلل دماغي اللي بدكم. هذا كله حنحكي، ما بنقدر نحكي هاي الامور لانه بتختلف من شخص لاخر. مرات هيك ومرات هيك، ما بتقدر، فيها عوامل كثير، الاسره والدعم. ممكن انه شخص ياخذ الامور بطريقه عاديه، يقول انه خلاص ابتلاء وانا بمشي حياتي وانا كنت بمشي، اولها صعبه صدمه صدمه، بعدين لو لما يوصل لمرحله التاقلم
بالضبط. ففهمنا ايش الفرق ما بين تاهيل واعاده تاهيل، هو مش ذاكرها المؤلف بس انا حطيت لكم اياه عشان تتذكروا. انا بدي اياكم تروحوا على صفحه، معلش طلاب اربد، 157 عشان نفهم الموضوع بطريقه شموليه، خدمات التاهيل. طيب بايلوجيك، بايلوجيك يا طلاب اربد وطلاب عمان، لما بحكي عن خدمات تاهيل انا بحكي عن مظله شامله من الخدمات اللي ممكن يقدمها فريق متعدد تخصصات او مؤسسات. انا دائما بصفن بقول لي ما عندنا في الاردن مؤسسه كبيره تقوم بالفعل على تقديم هذه الخدمات الشموليه اللي بتبلش بطريقه منطقيه بالخدمات. او انا هذا بدي احكي لكم اياه، بدي اياكم تمشوا معي طلاب اربد عمان نرتب الخدمات وتسلسلها حسب المنطق، انه انا اليوم اتعرض عندي شخص لاعاقه او شخص اصلا عنده اعاقه انولدت معاه، ايش هو التسلسل المنطقي لهذه الخدمات اللي انا بدي اقدمها؟ اولا خدمات التاهيل الطبي، دائما بقول لكم تشخيص الاعاقات بالدرجه الاولى طبي، خاصه الجسديه والصحيه، خاصه العقليه، طيب الحسيه السمعيه وبصريه، مش احنا اخصائيين التربيه الخاصه اللي بنشخص، طبيب العيون، اخصائي القياس السمعي، نحن فقط كأخصائيين نرى مدى تأثير هذه الإعاقة على الناحية التربوية التحصيلية وأكاديمية جاز. طيب طيب هلأ برأيكم خلينا نرسم هذا السيناريو، شخص عنده زي ما حكينا إعاقة عقلية ولا حتى جسمية وصحية، عنده شلل دماغ، أنا بروح ببلش بخدمات التأهيل الطبي بعدين بروح على التربية الخاصة. النفسي، النفسي صفحة اللي بعديها خدمات الإرشاد النفسي، يعني أولا طبي، ثانيا نفسي، ثالثا ثالثا اللي هو النواحي التربوية. أوكي مع أنه يعني لسه في أشياء ما نحكي عنها بس بدي أحكي لك، لأنه حاطط عن الاجتماعية شيء مختلف عن اللي هو مطلوب أنه ينحكي فيه. نعم لا شوفوا طلاب اربد ركزوا معي شوي، بالله بيجي بالامتحانات كثير أسئلة على هذا الموضوع. خدمات التقييم والإرشاد والتوجيه المهني والتدريب المهني والتشغيل المهني، هدول مع بعض. معلش خليني معلش ما تحكوش مع بعض شوي بس عشان أركز، لأنه شوي هو فاصلهم بعض. إحنا مش عم نحكي عن تأهيل مهني بالوحدة، المؤلف لما ينحكى تأهيل يتبادر إلى الذهن فورا تأهيل مهني، إني أنا بدي أبحث على مهنة لهذا الشخص، لأنه في شغلة أنا ما حكيت لكم إياها، التربية الخاصة بتتوسط مرحلتين عمريتين، احنا في عنا مرحلة الطفولة المبكرة بين قوسين منذ الميلاد لست سنوات اللي احنا بنسميها خدمات التدخل المبكر، تدرسوها بمساق. اوكي وهون بنركز على دور الأسرة لأنه أكثر التصاقا بالطفل والمرحلة العمرية و فاحنا من 0 ل 6 تدخل مبكر، من 6 ل 18 سنة تربية خاصة، ان انا بدي اختار بديل تربوي يتناسب مع طبيعه الاعاقه ودرجتها واو. اوكي وهون في عندنا هرم دينو للبدائل التربوي اللي احنا بنحكي فيه دائما. طيب اوكي خلص المدرسه انا خلص بسيبه برفع ايدي عنه؟ اكيد لا، لازم اني انا هذا بيسموه بالادب الخدمات الانتقاليه، انتقاليه خدمات انتقاليه. شو يعني علي كأخصائيين في فريق متعدد تخصصات أنه أنا أقوم بإعداد هذا الشخص لحياة الرشد إعداداً جيداً؟ كيف يعني؟ أنه نختار المهنة اللي بتتناسب مع طبيعة الإعاقة اللي موجودة عنده ودرجتها واوا، واختار له مكان السكن والإقامة والخلينا نقول الشريك. طبعاً هذا هل هذا يذكر في كثير في الدراسات؟ قليل، شح في الأدب عن الخدمات الانتقالية، في موجود يمكن هذا المصطلح انتم بتسمعوه اول مره. جزء من الخدمات الانتقاليه التاهيل المهني، مهني شو يعني اللي حاطه المؤلف بثلاث نقاط انا ما بعرف ليش حاطه بالتقييم، بس خليني ارتب لكم اياهم ونخلص منه. معلش معلش احنا دخلنا الامور ببعض. هلا خدمات التقييم والارشاد والتوجيه، ارشاد وتوجيه، اني انا بدي اروح اطبق مقاييس واختبارات على هذا الشخص اللي هو أصبح في مرحلة عمرية يحتاج إلى وظيفة يحتاج منها حتى يصبح أكثر استقلالية وإنتاجية. وعلى فكرة وحكينا يا دكتور جمال خطيب إنه صاروا في الدول المتقدمة بيدفعوا ضرائب للدولة
مش مثلنا سوري بنستنى التنميه الاجتماعيه تعطينا 60 دينار ومعونات ومستقلين سوري معتمدين على الاخرين اعتماد كلي. طب الاسره متى بدها تتنفس شوي وتشعر بنوع انه ابنها نوعا ما زي ما قلت لكم مستقل نوعا ما نوعا ما؟ هذا كله احنا ما بنقدر نقرره الا في ضوء كثير عوامل لها علاقه بالاعاقه، شدتها، الخدمات اللي تم تقديمها للطفل في التدخل المبكر وفي التربيه الخاصه. عشان هيك انا بقول لكم عمليه صعبه جدا يقوم بها اخصائيين، انه انا هلا اليوم بدي اقيم هذا الشخص مهنيا، بدي اشوف كل هاي العوامل اللي حكيت عنها. ففي مقاييس معينة إلها علاقة بالميول والرغبات وخلينا نقول القدرات، بناء عليها أنا بقرر إنه هذا الشخص قد يصلح لهذه المهنة ولا لا. وبصير في عندي نوع من التوجيه والإرشاد النفسي اللي أنا حكيت عنه قبل شوي اللي علاقة بتقرير مصيري، إنه أنا بناء على المعطيات اللي موجودة عندك كشخص عقلي ولا توحدي ولا أسم ولا كثيف ولا شخص عنده اضطرابات لغوية، بناء على كل المعطيات اللي موجودة عندك قدامك عدد من الخيارات، انت اختار المهنة اللي انت تقدر تمشي فيها واحدة ثلاثة أربعة. طيب طبعا هون زي ما حكيت لكم بده يرجع يتذكر الشخص المنتفع او الكلاينت اللي هو مسؤول عن هذا القرار، طيب يتحمل كافة التبعات. انا هون قيمته وجهته ارشدته لاختيار مهنة جيدة بناء على تذكروا ما هو شو اسمه تقييم وتشخيص، في ملاحظة وفي مقابلة وفي عشان انا اقدر اختار له صح. طيب هلا بروح وين على التدريب المهني نقطة خمسة. شو يعني تدريب مهني؟ انا عم بزوده بكل المهارات عشان هو ينجح في المهنة اللي هو رح يشتغل فيها، واللي انا خلاص بس قلت له يلا اختار هيك ما بدي انا ادربه. عشان هيك بيجي التدريب المهني انا اكسبه كل هذه المهارات اللي بتتعلق بهاي الوظيفة واخضع لفترة تدريب. وعلى فكرة انا بحكي لكم شغلة، باي لو بالقانون ملزمين اصحاب المؤسسات والمصانع والشركات والجامعات انهم يوقفوا ما نسبة 15% من ذوي الاعاقات. وبالاردن موجود المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين، في عندنا قانون او بند يلزم هؤلاء الاشخاص، ولكن على ارض الواقع هل هذا القانون مفعل؟ لا مش مفعل. ليش؟ لانه في اعتبارات كثيره، بقول لك انا اشخاص عاديين مش عارفه اتعامل معهم واشغلهم، انا بدي اتعامل مع شخص لديه خلينا نقول احتياجات او خلينا نقول فروقات عن العاديين، هاي مسؤوليه كبيره. مع انه زي ما قلت لكم يجب ان يكون هناك مؤسسات رقابه انه بالفعل تفتش انه هل تم تفعيل هذا القانون ولا لا، لانه حق. انا مش مشكلتي اني انا اسفه اتكيف مع الظروف اللي موجوده كشخص ذوي احتياجات خاصه، المفروض انه اصحاب زي ما قلت لكم المؤسسات او هم يتكيفوا مع طبيعه الاعاقه اللي موجوده عندي. طبعا وين احنا، وين الدول المتقدمه في هذا المجال؟ احنا اضعف الايمان زي ما قلت لكم القش والخرز و مع لا هذا خطا، بس طبعا برجع بكرر انا بختار المهنه بناء على طبيعه الاعاقه اللي موجوده. هل بقدر مثلا اخلي شخص كفيف مثلا يسوق تاكسي؟ اكيد لا. او مثلا يسوق طياره ولا مثلا يكون خياط؟ لا. هل بقدر شخص عنده اضطرابات لغويه ونطقيه انا احطه على ريسبشن باوتيل؟ تمام. فانا هذا المسج اللي عم بحاول اوصلكم اياها، بناء على طبيعه الاعاقه وشدتها وكل الخدمات التي تم تقديمها للطفل سواء كانت الاسريه ولا حتى التربويه انا بقرر. طيب دربته مهنيا، هلا بشغله مهنيا، التشغيل المهني طبعا كله الهدف منه انه انا اصل بهذا الشخص ان يكون شخصا مستقلا معتمدا على نفسه. طيب في اي سؤال لهون؟ على بس احنا خلصنا جزء من الخدمات الشموليه بين قوسين التاهيليه، مع انه على فكره دائما لما ينحكى بالادب تاهيل احنا يتبادر الى ذهننا فورا تاهيل مهني. نوع فينا تاهيل طبي وهنحكي فيه اني انا كيف ممكن في ان خاصه الفيزيكال ثيرابيست هاي من وين اجت التخصصات؟ علاج طبيعي وعلاج وظيفي بالضبط اللي لها علاقه بالمهارات الحركيه الدقيقه، لانه بقول لك انه الشخص قد يتعرض لاي زي ما حكينا حادث يجعله شخص من ذوي الاعاقات، فنحن بحاجه الى هذه التخصصات. طيب في اي سؤال لهون بالنسبه لخدمات التاهيل المهني؟ يلا الترتيب احنا حنرجع لهم. نرجع هلا للطبي. اذا اولا الطبي، طلاب ارباب، اولا الطبي، اثنين النفسي، وانا احكي لكم ليش، مع انه في الي شوي تربوي انا عم ببلش اشتغل معاه يكون في عنده مهارات اكاديميه واوا، وبعدين مهني خلص كلها المهني، ما هي بتشمل تقييم مهني، تدريب مهني، تشغيل مهني.
انا بدي اياكم تفهمون بهالطريقه، لانه اذا هو يعني يس انت عارفه ليه ايش اسمك وفاء، انت عارفه ليه؟ لانه انا شخص بدي اهله مهنيا، مفروض اقيمه، مفروض ادربه على المهنه يس. فهو حطهم مع بعض، بعثرهم انا ما بعرف ليش، لانه اذا انتم بتشوفوا بالادبيات كلها فهي المهني بيطمن هاي العناصر كلها. طيب في اي سؤال طلاب ارباب معنا؟ نعم تمام دكتور. جاي تمام. انا بس حكيت لكم هلا المهني، سيبوا الاجتماعي سيبوه، هيني جايته، بس انا قصدي بدي اياكم تفهموا انه طبي نفسي تربوي مهني، حنيجي للاجتماعي. طيب بس احنا جمعناهم مع بعض عشان يعني خلص نخلص من المهني. طيب هلا الطبي حاطط لكم المؤلف تحسين او تعديل الحاله الجسميه او العقليه للمعوق بشكل يمكنه، طبعا برضه في الي ما اخذ على التعريف. فحاطط لكم الخدمات الطبيه اجرائيا تشمل اولا خدمات المعالجه الطبيه والجراحه، المعالجه الحكميه والتمريض، المهنيه والتشغيل العلاجي، الاطراف الاصطناعيه، تدريب على الانشطه اليوميه والرعايه الذاتيه، والطب النفسي. ركزوا احنا هون بنحكي عن خدمات تاهيل نفسي في الطب، الخدمات الطبيه حطينا طب نفسي. بعد شوي لما نحكي عن خدمات الارشاد النفسي حنقول ارشاد نفسي. لقطوها؟ هون ما حكينا ارشاد نفسي. الطبيب النفسي بده يدرس طب بعدين بده يتخصص طب نفسي، نفسي اوكي. عشان هيك انا حكيت لكم المره الماضيه ركزوا كثير على الفرق ما بين طب او ارشاد من حيث المرشد، المسترشد، الاماكن، الاهداف، نقاط الاختلاف والتشابه، لانه حتعرفوا مستقبلا انه انا اذا تفاقمت المشكله ححتاج لطبيب نفسي. وهون بحكي عن خدمات طبيه في تاهيل، مش عم بحكي عن مرشد نفسي. طيب طيب طبعا هو مش حاطط كثير عن العلاج الطبيعي والوظيفي، بس بدي اياكم تركزوا على الشغله الاطراف الاصطناعيه. لنفرض انه شخص عنده بتر في احد الاعضاء، واليوم او ايا كان عنده اي مشكله استسقاء دماغي، ركبنا له تيوب، هذا التيوب مهمته انه هو زي ما قلت لكم يصرف كل هاي السوائل اللي موجوده بالدماغ. طيب انا خلصنا اوكي طبيا، اجى الدكتور وشيك وفحوصات مخبريه اللي بدكم اياه، بتركه برفع ايدي عنه، كيف بدي اخليه يتاقلم او يتكيف مع العضو الجديد؟ على فكره احكي لكم شغله، والله شخص من غير شهر ينكسر ويوقع، عكزات لحالها بكون حس حاله انه هو يشعر بضيق. على فكره نظاره طبيه، نظاره عشان الواحد يشوف، بكون عنده قصر نظر ولا، وبصير يحكي بدي اعمل ليزر. ليه بدك تعمل ليزر؟ والله انا حاسس انه منظري مش حلو كثير، بحس حاله بضيق. فما بالكم عن اشخاص لديهم فقدان في احد الاعضاء، ولا عنده كرسي متحرك، خاصه على فكره دائما خدمات التاهيل الطبي في الجسمي والصحي دائما على الاغلب، او الحسيه والعقليه في بعض الاحيان. بس انا قصدي ليش جبت لكم عن الاطراف الاصطناعيه، انه انا كيف بدي اخلي هذا الشخص اللي ركبنا له عضو يتاقلم، يتكيف، يتقبل هذا العضو الجديد. عشان هيك بروحوا على خدمات ارشاد نفسي. نفسي يعني نتيجه لشعوره بكل المشاعر اللاسويه، القلق، الخوف، الاكتئاب، الحزن، الخجل، واو، نحن بحاجه الى اخصائيين نفسيين. اخر فقره بالله شوفوها. ومن هنا فإن الإرشاد النفسي يتجه إلى تحديد تلك القيم وإعادة تنظيمها، احترام الذات. وحاطط لكم كثير يعني بالفقرة اللي قبليها، بالله شوفوا إهداف الإرشاد النفسي الموجه للمعاقين تتلخص في مساعدتهم على فهم وتقدير خصائصهم النفسية، معرفة إمكاناتهم الجسمية والعقلية، تخفيف التوتر، الكبت، القلق الذي يعاني منه المعوق، إضافة إلى تعديل بعض العادات السلوكية. فاتتني شغله احكي لكم اياها، ويا رب طلاب اربد تكونوا سامعين مني لانه بلشوا الطلاب يطلعوا. في شيء خاص بالاعاقات الجسميه والصحيه وحنجي لها ان شاء الله بالتفصيل لما نحكي فيها، شيء له علاقه بالبادي ايمج، صورتنا عن ذواتنا. اذا كانت الاعاقات خاصه الجسميه والصحيه مظاهرها واضحه ومرئيه للعيان، هذا يشرخ او بسبب شرخ في مفهومنا لذواتنا، وبالتالي نصبح عرضة ان احنا نشعر بالخجل، الكبت، الخوف، التوتر، القلق، الحزن بالضبط. فكيف انا ممكن كمرشد نفسي اخليه يرجع يتوازن، ويعني يطلع على ذاته بطريقه خلينا نقول ابسط مما كان هو ينظر الى ذاته؟ طيب احنا خلصنا طبي
نفسي ومهني قفزنا عليها عشان بس احنا دخلنا فيها، ضايلنا تربوي وضايلنا اجتماعي وضايلنا من الاول الوحده ما تخاف وما خلصت اهداف التاهيل المهني والريحاني، يشير الى ان هناك عدد من الاسس التي تستند عليها عمليه الارشاد. على فكره راح يرجع يحكي عن اهداف عمليه الارشاد النفسي، تقبل العميل، العلاقه الارشاديه، الخصوصيه، التقييم. يعطيكم الف عافيه طلاب اربد، في اي سؤال، في اي مداخله؟ يعطيك العافيه. حدا بده يسال سؤال يجي هون. ما في اسئله دكتوره. في اي سؤال دكتور مفيد؟ لا ما في اسئله.